ورجعنا تاني بعد الفاصل، وهفاجئكم النهاردة بفقرة جديدة وفريق عمل فني إبداعي، إبداع بلا حدود. إن شاء الله هيقدموا لنا حاجات كتيرة ونشاركهم النجاح ده لتميزهم وحرصهم على تقديم عمل ينفردوا بيه بخطة عمل تختلف عن الآخرين وتحقق أهداف برضو مختلفة. فريق عمل أفلام إنتاج ذاتي بقيادة عمر الخواجة، فريق عمل جميل جدا، شباب طموحهم كبير وسعداء إن احنا نشوف النماذج دي بالتحديات. هنطلع بقى نشوف جزء كده عن الكيان الجميل ده ونرجع تاني عشان نحاورهم ونسألهم بقى إيه هي الأفلام دي واللي هيعملوه بعد كده. اسمي عمر خواجة، 22 سنة، بدرس أدب علم نفس، مسميني ساقة طبطة. حلمي زي أي شاب في سني أحقق نجاح في المجال اللي أنا بحبه، وأنا اخترت مجال التمثيل. أكشن. بإذن الله أكون عند حسن ظنكم وحسن ظن الناس اللي بتتابعني. عملت أفلام كتير، منهم فيلم أكشن اسمه براءة اختراع. ده أول فيلم أكشن إنتاج ذاتي قصير مصري، وهنعرض جزء منه إن شاء الله في الحلقة، ويا رب إن شاء الله الحلقة تكون عجبكم، وإن شاء الله نكون ضيوف عليكم، وبإذن الله تبقى حلقة ممتعة. ورجعنا بعد الفاصل ومعايا عمر الخواجة. إيه الجمال ده؟ دلوقتي كلمني عمر بقى عن فريق عمر الخواجة والأفلام الإنتاج الذاتي، وإزاي الفكرة دي بدأت ولقيت نفسك فيها ومهتم إنك تستمر وتعمل جديد. هو برضو يعني إحنا مش فريق عمر الخواجة، هو برضو إحنا نباقة من المواهب الشابة يعني. ده تواضع منك طبعا. أنا لا لا خالص، أنا طبعا سميت كده لأني حسيت لا القيادة والشخصية. لا يعني الحمد لله إن إحنا كلنا بنبقى الليدر بتاع العمل. تمام. كلنا مع بعض طبعا. احنا يعني الحمد لله احنا من منطقه واحده او من مكان واحد، يعني من محافظه واحده، من طنطا. تمام. احنا كلنا يعني حبينا ان احنا نعمل افلام بنسموها انتاج ذاتي. تمام. دي بتختلف، مثلا ممكن اكشن، ممكن درامي، ممكن كوميدي، بتقل في الامكانيات شويه عن الافلام الاحتراف شويه، افلام السينما. تمام. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجتهد يعني فيها. تمام. الحمد لله وربنا بيوفقنا. تمام. طب اتكلم مع الشباب بقى الجميل ده. اهلا بيك. أهلاً يوسف عجايب. انا اول ما كلمتك قلت الاسم ده، قلت لي ده اسم الشهره او انا حابب ده. كلمني عن يوسف وعلاقتك بالفريق العمل كان ازاي، وفكره التمثيل بدات ازاي بقى، وبعد كده نقول على الاسم بقى بتاع الشهره. اولا طبعا اهلا بحضرتك جدا، وبتشرف ان انا قاعد مع حضرتك والله في البرنامج الجميل ده. وطبعا زي ما استاذ عمر قال، احنا فريق عمل واحد ودايما كملنا بعض، وتعرفنا اصلا في البدايه بسبب ان احنا كلنا عندنا حلم موحد كلنا بنحاول ان احنا نحققه. تمام. طبعا بنحاول ان احنا نعمل ده اللي امكانيات نجيب امكانيات اكتر عشان نحاول نعمل فيلم ذاتي. طبعا زي ما استاذ عمر قال، بيبقى امكانيات بتاعتنا بسيطه شويه، مش زي الافلام اللي في السينما مثلا. جميل. بس عندنا هدف عايزين نوصل له. بس تمام. ودايما تقلي الثقه برضو بالنفس دي بتبقى مشجعه لان الواحد يتحدى ويحاول. طبعا طبعا. اهم حاجه الثقه بالنفس، لان لو مفيش حلم او مفيش هدف معين الواحد عايز يوصل له، مش هنتعب التعب اللي احنا بنتعبه ده، او مش هنشتغل على نفسنا بمجهودنا الذاتي كده، مش هنستنى فرصه. بس هو فعلا عشان في هدف فاحنا مش مستنيين فرصه، احنا بنعافر عشان احنا اللي نجيب الفرصه. تمام. بس جميل. كلمني بقى وعرفني بنفسك وعلاقتك بالفريق الجميل ده، وازاي بقى انا بدات اخد قرار انا هدخل في التمثيل واشوف مستقبل فيه بعد كده، وعندي استعداد ان انا اجتهد واثبت نفسي. بصوا حضرتك، يعني زي ما انا نازل من بطن امي كده مكتوب لي ان انا مثل. انا حد بيحب التمثيل جدا. تعرفت على عمر الخواجه من انت صغير؟ من انت اصغر يعني. بحب التمثيل. تعرفت على عمر الخواجه من عن طريق الفيس، بدات اتابعه اشوف فيديوهاته، اتكلمت معاه وقال لي نقعد مع بعض عادي، ونزلت معاه واتكلمنا ونزلني ومثلت معاه. بس حاجه جميله عمر، ما شاء الله حاجه كويسه جدا، وان شاء الله هنوصل. ان شاء الله. طيب كلمني اكرم محمد سوري.
بدأت كلمني بقى علاقتك بعمر، وازاي بدأت خدت قرار ان انا همثل، وانا لقيت نفسك انك يعني هيكون هتقدر تنجح وهتقدر تعمل حاجات كويسة بعد كده. لا هي كانت البداية، كنت انا اتعرفت على عمر عن طريق الفيس برضه. ايوه تمام تمام وكلمته وقال لي تمام مفيش مشاكل، هتبقى معايا وبتاع، وكلمته ودخلت معاه وعملت معاه فيلم تمام، والحمد لله يعني احنا منتظرين ان هو يجيب نتيجة، بس ان شاء الله بإذن الله في اقرب وقت يجيب نتيجة، وان شاء الله احنا ناويين يعني انا ناوي بإذن الله اقدم فرش، قدمت فرش بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمني ان شاء الله واقبل بإذن الله اكون كويس بإذن يعني الله. ده دليل حرصك على ان انت تشتغل بشكل برضو يعني تزود في الاحتراف وبشكل علمي اكتر، وان انت تبقى خدت وقتك في ان انت بتأسس والله انا بادئها للانطلاق بشكل ما اقوى. كنتش مرتب لها، انا بادئها يعني انا مش كنت مرتب لها زي ما حضرتك فاهمه، بس بادئها خدتها هواية عندي يعني، هما في كام واحد عندنا في البلد بيقول ان انت كويس وكلام من ده، فبدأت قلت خلاص تمام هبدأ في المجال ده، وكلمت عمر والحمد لله يعني عمر مش مقصر معانا وربنا يكرمه ان شاء الله. تمام كلم بقى زي ما هما كلموا، عرف نفسك وقول لنا عن علاقتك بقى بالفريق العمل، وان انت شايف نفسك ايه قدام بعد كده، عايز تعمل ايه، عايز توصل ايه. انا اسمي احمد مارسيلو، انا بحب احمد مارسيلو ده اسم شهرة. طيب مين بقى اللي اطلقوا عليك ولا انت؟ عشان انا كنت شعري كبير قوي وكنت بلعب كورة. ايوه ما شاء الله مواهب متعدده بقى. انا حبيت افلام عمر خواجه، انا بتابع افلام قصيره كتير. أيوة. بس حبيت افلام عمر خواجه لانها مختلفه. ايوه وفيها تشويق. تمام. انا كلمته وقعدت برضك معاه، هو بصراحه شخصيه محترمه جدا، ربنا يكرمك. وبعد كده اشتغلنا مع بعض، وانا برضه كنت شغال مسرح. طب كان في الاول بيتعامل معاك ازاي برضو؟ انت بتقولي انت سنك اصغر من الشباب اللي معانا النهارده. كان دايما بينصحني ويعني بيفيدني في كل حاجه، بالنسبه ان هو بينصحني اعمل ايه. حاجه جميله جدا. التدريبات كان هو اللي بيدهاني انها تاهيل الممثل الحاجات دي. بس اكيد كان لقى فيك موهبه طبعا. حتى لو كل برضو محتاجه دعم طبعا. فهو كان ده دوره قصدك في الدعم طبعا. المعنوي وكده كان ليه لمسات برضه. تمام. طيب ممكن بعد اذنكم ارجع لك تاني يا عمر تكلمني على يعني الفيلم اللي انت بتقول حتى في بعض اللقاءات كانت ليك مع يعني حاجات اعلاميه تانيه، واتكلمت عن تميز الفيلم ده ان انت سبقت في كتير من الناس اللي عملت الافلام الانتاج الذاتي بشيء ما، كان فيلم ايه والتفاصيل كده؟ مش هو سبق يعني، ولكن الحمد لله اكيد انت شايف حاجه مختلفه زياده. عملنا فيلم اسمه براءة اختراع، كان معايا برضو الشباب الحلوين دول يعني. تمام. فيلم اكشن، من يعني متهيألي حضرتك ما قابلتيش في افلام اكشن انتاج ذاتي، فالعبد لله الحمد لله يعني اجتهدنا، ومش عايز اذكر اسم حد من اللي عملوا الفيلم بصراحه عشان ما اغفلش حد يعني، ولكن اكتر حد وقف جنبي في الفيلم ده كان مصمم المعارك ستانت كوردينيتور كان سيف اسامه. ايوه كان طيب. المونتاج والاخراج احمد نوح. وسلامي طبعا للابطال باسم مورالي وكريم شرف وكل اللي شاركوا في الفيلم طبعا. كلكم كنتوا في الفيلم ده ولا مش عملتوا فيه حاجه؟ لا كلكم انا اللي ما مثلتش في براءة اختراع، مثلت في فيلم فارس، كنت مع عمر في فيلم فارس دايما، ودلوقتي ان شاء الله بنحضر لحاجه جديده قريب. تمام. بس ويا مسهل الحال بنحاول نساعد. كل حد يقول لي بسرعه على شغل اشتغله مع عمر الخواجه او الفيلم اللي احنا بنتكلم فيه او اي فيلم تاني ويكلمني عن دوره، تقول لي انا كان دوري كذا وانا كنت حابب نفسي في الدور ده او ما كنتش هعمله وحد تاني شجعني. هل يعني ممكن تذكروا لنا بقى عشان نحس ان احنا معاكم؟ هو دايما كنت انا مثلا ببقى عايز ابقى مع عمر في اللي هو يبقى الكاركتر بتاعنا ان احنا الاثنين مع بعض. أيوة. احنا اصلا اصدقاء من زمان من الكلية، ولقينا حلمنا مع بعض في الكلية في المسرح بتاعنا في بتاع الكلية. دراستكم كانت ايه بقى التخصص بالظبط؟ بندرس علم نفس تجريبي. تمام. وبس ولما اتفقنا على الشغل وكده فعمر اتناقش معايا ان احنا نبقى ضد بعض عشان نقدر نكمل. تمام. وهو
هو اللي اكتشفك ان انت تبقى ممكن تفكر في الفكره. احنا مننا زمايل في الجامعه بس ممكن ما اقولوش ان انا بغني او ان انا عايز اعمل مسابقه ايه وانا إيه، علشان هو لمس فيك ايه اللي خلاه فتح الموضوع لا هو احنا كنا في مره قاعدين في الكليه فبنهزر عادي، فالموضوع قلب بكوميديا شويه. ايوه فانت عندك موهبه، طب انا كمان عندي موهبه. أيوة طب احنا ممكن نكمل مع بعض ونشتغل سوا، يعني نخلق احنا فرصه لنفسنا. جميل بس جدا. واشتغلنا مع بعضنا، هو الحمد لله فيلم فارس ده دليل ومحقق نجاح طبعا كبير. لان ان انتوا احنا انا لوحدي، ايوه انا ببتدي دلوقتي بدايه، عايز اوصل يعني افاق الطموح دي مش بتنتهي. بس انتوا ناس واثقين من نفسكم، انتوا ان شاء الله حلفكم النجاح. الحمد لله. كلمني بقى عن الدور تكون عملته او بروفات بقى اشتغلتها مع عمر ويوسف وكده. هو انا كنت واخد دور صغير بس كان عاجبني بصراحه. اهم حاجه الكيف مش الكم ولا ايه؟ قول لي طيب استفدت ايه من الدور ده؟ طيب وانت بتمثل او كده كان مرتزقة. تمام. كان من العصابه. كان من العصابه الشرير. الفيلم ده اداني دافع لحاجه بعد كده يعني. تمام. وانا ما عنديش حاجه اسمها مستحيل. تمام. حاجه احنا انت تبان هادي كده لكن في حاجات قويه جدا ما شاء الله. يا رب حاجات يعني تكسر الدنيا ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله. ودي بشره جميله لكل فريق العمل ده، والحب وروح المشاركه الجميله دي طبعا ليها معنى كبير جدا. ممكن اعرف بقى عنك في دور من الادوار او بروفا ما او شغل كده حاجه تفتكرها؟ استفدت منها تجربه في التمثيل معاهم؟ لا انا طلعت فيلم المرتزقه مع عمر. تمام. كنت برضو من العصابه. من العصابه. بس صعب برضو انك تعمل دور شرير، متهيألي اسهل من دور شخصيه مسالمه ولا يا جماعه معنى طالع المرتزقه مش فيلم المرتزقه عشان ده حاجه ثانيه خالص. ما جبناش مشاكل والنبي. طب يا هو اتلخبط بس يا فنان، بس عايزه اقول لك في فرق. احنا دلوقتي كنا بنقول الايه، كنا نتكلم على النقطه اللي هو بيتكلم فيها على الشرير. هل الممثل لما بيمثل دور الشرير ده بيبقى اصعب من انه يعمل دور شخصيه مسالمه وشخصيه عاديه، ولا على حسب يعني؟ ممكن ده صعب وده صعب. ده بيتبنى طبعا على حسب، في حاجه اسمها بناء الشخصيه. دي السكريبت رايتر هم اللي عارفين الكلام ده يعني. بناء الشخصيه ده لو انت بتعرف الشخصيه دي بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، بتمشي ازاي، انت بتعمل لها طبعا بناء، بتعمل لها ماضي، بتعمل لها حاضر، بتعمل لها كل حاجه يعني. فبتبنى عليها الشخصيه دي هيبقى ايه اساسياتها وايه اسلوبها وايه طريقتها. فلا ما فيش فرق ما بين شرير او طيب او مسالم. لان الفنان دايما جاهز. لا هي نفس الادوات اللي بتستعملها مع كل شخصيه. تمام. طيب دلوقتي عايزه اسمع من يوسف، بس وقتها صغنونه قوي، حاجه كده تيجي في بالك تقولها لنا عشان عيد الحب. حاضر. عشان نختم بيها. احنا ممكن مثلا نقول حاجه عشان خاطر عيد الحب. بس تكون قصيره عشان نختم بيها. هي حاجه طبعا للحبيب وكده، بتاعت الشاعر الجميل هشام الجخ. تمام. بيقول طب استاذنك. اتفضلي. هنخرج للاذان ونرجع تاني. تمام. نكمل حوارنا ونشوف بقيه الافكار اللي عندهم والحاجات الحصريه اللي احنا ما حدش هيعرفها غيرنا. تمام. ان شاء الله. رجعنا بعد الفاصل مع عمر الخواجه واحمد اكرم واحمد مارسيليو ومحمد خطاب. تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عايزين نسمعك بقى يا يوسف، وانا مهتمه جدا ان انا اسمع صوتك في النهارده. ربنا يخلي في لقاء حصري مع غاده كرامه. ربنا يخلي حضرتك. طبعا في قصيده جدا انا بحبها لهشام الجخ وبحب طبعا اللقاء بتاعه. ايوه. بتقول وبقول لها ايوه بغير، ايوه بغير، لا انا نقصان ولا ضعفان ولا سكران ولا مسطول ولا زايغ من عيني الضي ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير، واللي قالولي غيرة الراجل قلة ثقة او قلة فهم، خلق حمير، غيرة الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعايدة ما بنستحملش، شمسنا حامية وطبعنا حامي، وعرقنا حامي، واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يا بختها، واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يا غلبها، اصلنا ناس على قد الطيبه كلنا هيبه،
والنسوان في بلادنا جواهر. طب لو عندك حتة ماس، طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس ولا تكفي الأوضة عليها بمية ترباس؟ يمكن حتى تأجر ليها جوزين حراس. يبقى أنا لا أنا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك إني صعيدي. ده أنا لو بإيدي كنت أعمل لك هندي بريش وأقلب شعري كنيش كرابيش وألبس لك سلسلة متدلدلة خرزة وقلب. بس إزاي ألبس لك سلسلة؟ كيف ألبس لك سلسلة؟ هو أنا كلب؟ ثم العبرة ما هيش في اللبس، أصل المشكلة مش في اللبس، المشكلة عندك، عنادك. قلت هسيبها وبكرة تحس، طب بعده تحس؟ ده أنا لو جبس كنت زعقت. طب ماشي صداقة وماشي زمالة، وأصل ما جتش على الرجالة. وأنا ما بقولش تخصمي الناس ولا تعتكفي وتسكني بيت ولا تنحجبي عن الرجالة، بس يا ريت حبة تقدير إني بحبك وإني بريدك وإني زرعت حياتي في إيدك وإني بغير وإني تعبت من التفكير. أيوة بغير. جميل جدا، ومتهيألي ده كلام بقى مختلف في عيد الحب، شعر مختلف. كل سنة وانتوا كلكم طيبين. طيبة طبعا. وكلمة كده للشباب بقى تشجعهم اللي عايزين يمثلوا بسرعة، سواء عايز تمثل أو عايز تغني أو عايز ترسم أو عندك أي موهبة، يعني إن شاء الله أنت اجتهد وربنا هيكرمك. بس تمام، الواحد يسعى. بس كلمة كده سريعة لأصحابكم والناس وقرايبكم بسرعة. مفيش إنجاز من غير طبعا أخطاء الواحد بيعملها عشان يتعلم جديد. جميل، قول حاجة كده بسرعة. أمي ماليش غيرها طبعا في الدنيا. تحية لماما ومامتي حبيبتي وكل حبايبنا. تحيي مين دلوقتي أو تشكر مين أو أي حد؟ بشكر والدي ووالدتي وكل أصحابي، وبقول لكل واحد موهوب. امسك المايك. بشكر والدي ووالدتي وكل أصحابي، وبقول لكل واحد موهوب يفضل ورا موهبته دي، يعني إذا كان على السوشيال أو إذا كان على إذا كان هيجري ورا أي حاجة، المهم إن هو يقدم موهبته. أنا بقول لأي حد عايز يمثل، أهم حاجة ما ياخدش بكلام الناس، يبتذل مجهود وما ياخدش بكلام الناس. جميل قوي، انت واثق من نفسك ودي حاجه جميله قوي. احنا بنستمد الثقه منكم النهارده، ويا رب تحققوا كل اهدافكم واحلامكم. سعيده بيكم، شرفت بيكم قوي. ربنا يخليك. بشكركم اصدقائي على فقرتنا الجميله دي، وهنشوفكم كتير. تشرفونا باذن الله دايما ونكون معاكم. نخرج لفاصل ونرجع لفقره اكثر قوه، وموضوع بقى هنتكلم عن القياده وسحر القياده.